قلنا وأثبتنا بما لا يدع مجالا للشك أن الآية الشريفة في القرآن الحكيم تقرأ هكذا: قال هذا صراط علي مستقيم، وليس قال هذا صراط علي مستقيم كما في القراءة المتداولة حاليا. تلك هي قراءة أهل البيت، وعلى هذا يكون علي بالنص في القرآن بصراحة من غير تفسير أو تأويل هو صراط الله المستقيم. الله عز وجل يقول للشيطان قال هذا صراط علي مستقيم.